إذا قلت إن الأولى بالداعية أن يتعلم قبل أن يدعو، فليس معنى ذلك أني أقول لا يدعو ما دام يتعلم، لا، يدعو وهو يتعلم، يدعو إلى مسألة واحدة علمها وأتقنها وأجادها، وبذلك يكون متعلما وداعيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، يعني ولو آية من كتاب الله أو مسألة واحدة من مسائل الدين.